حياكم الله مشاهدينا، أهلا بكم إلى حديث الصحافة لهذا اليوم، وهذه البداية مع أبرز عناوين الصحف. البداية مع صحيفة المشرق، هذا لكل المتقاعدين وكل هذا للبرلمان. صحيفة العالم، البرلمان وسلة التفاح. صحيفة الصباح، متقاعدون ومعترضون. صحيفة المواطن العراقي، تظاهرات لتصحيح لمسار الحكومة. من المواقع الإلكترونية، موقع كتابات، عزل المالكي حقنا للدماء. ومن موقع كتابات أيضا، عين الأسد وشيوخ اللئام. من موقع ساحات التحرير، انفجار وطن. من موقع إيلاف، انسحاب الصدر يعني الولاية الثالثة للمالكي. صحيفة العالم، قرار انسحاب الصدر يصب لصالح المالكي في الانتخابات المقبلة. صحيفة المستقبل العراقي، أيتام يجوبون الشوارع بحثا عن لقمة العيش. من أبرز عناوين الصحف العبرية، البداية مع صحيفة هآرتس، عباس لن يوقع على اتفاق. صحيفة معاريف، كيري يستبعدهم. ومن صحيفة إسرائيل اليوم، حساسية أوروبية غير مقبولة. صحيفة هآرتس، أكذوبة القضاء على إسرائيل. من أبرز عناوين الأخبار المنوعة، صحيفة السفير، أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم. ومن الوطن البحريني، استطلاع، المرأة تفضل رجلا أطول منها. صحيفة الاتحاد، لبن أنثى القرود يختلف تبعا لنوع المولود. صحيفة المشرق، الاستحمام يعالج ارتفاع ضغط الدم. وفي آخر عناوين الصحف، العرب القطرية، خيوط العنكبوت مطبخ لطعامه. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا، ومن العناوين إلى المقالات والتحقيقات، والبداية مع الملف العراقي. إذن البداية مع صحيفة المشرق، لنطلع مقال الكاتب حمزة مصطفى بعنوان هذا لكل المتقاعدين وكل هذا للبرلمان. يقول الكاتب، عنوان هذا المقال منقول بتصرف من بيت الشاعر الخالد بدر شاكر السياب الشهير، هذا لكل اللاجئين وكل هذا لليهودي، فقانون التقاعد الموحد شابه نواقص وإشكالات بدءا من إعداده في مطابخ الحكومة ومن ثم البرلمان، تطعن في مبدأ المواطنة ذاته، فقد جرى التمييز بين المواطنين وبخلاف الدستور ليس على أساس مبدأ الخدمة الوظيفية، وإنما على وفق الفصل بين نوعين من المواطنين، مواطنون بدرجة مجاهدين هم كل من خرج من الوطن أيام النظام السابق، ومواطنون هم موظفو خدمة عامة تحققت لهم امتيازات غير منصفة، بينما فرض القانون على باقي موظفي العراق من الأغلبية الساحقة أن يفرحوا بل ويرقصوا لمجرد أن رواتبهم أصبحت 400 ألف دينار.
يواصل الكاتب بالقول: كان يمكن النظر إلى هذا القانون بوصفه إنجازا هاما لو كان حقق مبدأ العدالة في الرواتب والامتيازات بين من يفترض أنهم مواطنون متساوون وفق الدستور في كل بلدان العالم التي تحترم مواطنيها. توجد قوانين أما للتقاعد أو للضمان الاجتماعي أو الصحي يتساوى فيها الناس على أسس من العدالة والإنصاف والمستوى العلمي والكفاءة، بينما المشرع لهذا القانون لم ينصف موظفي العراق بدءا من فراش المدرسة أو بدءا من فراش المدرسة وحتى رئيس الجمهورية على وفق مبدأ الخدمة العامة مع اختلاف الدرجة الوظيفية، بل قسمها وفق مفهوم طبقي لا وجود له في أعتى الأنظمة الرأسمالية. يضيف الكاتب: عدم الإنصاف يتحدد ليس في طبيعة الفروقات الطبيعية في سلم الرواتب الوظيفية، حيث ليس بوسع أحد القول أن راتب الفراش يمكن أن يعادل راتب رئيس البرلمان أو رئيس الوزراء، لكن المشرع نفسه فتحها على الآخر أمام صنف آخر من العراقيين، حيث أقر لهم حقوقا وامتيازات تتيح لهم أن يتحولوا شاء أم أبوا أسيادا على أبناء جلدتهم. مع ذلك فإن كل هذه المصائب والويلات بصفحة والتصويت بنعم أو لا بصفحة أخرى. ويختم الكاتب قائلا: العراقيون لا يعلمون على وجه الدقة حتى الآن من قال نعم ومن قال لا، برغم أن القانون تم التصويت عليه بالأغلبية، فإن محاولات النواب والكتل جمع تواقيع لإسقاط مواد الامتيازات سواء الجهادية منها أو الفروق المجحفة في الرواتب بعد التصويت، فإن مثل هذا التصرف ينم للأسف عن سلوك انتهازي مفضوح. إلى صحيفة العالم نطالع مقال الكاتب رباح حسن الزيدان بعنوان: البرلمان وسلة التفاح. يقول فيه: شبه ريني ديكارت الفيلسوف الفرنسي الدماغ بسلة التفاح والأفكار التي تجول فيه بالتفاح، وقال أنه لا يمكن تمييز الحق عن الباطل حتى يتم إعادة اختبار كل الأفكار مثل سلة تفاح سليم، ربما تفاح أو أكثر معطوبة، فإن تركت سر العطب إلى السليم منها وأعطبه، هكذا تفعل الأفكار المريضة والمعتلة، وعليه يجب أن نفرغ السلة عن آخرها ومن ثم لا نعيد إليها سوى الثمرة السليمة حتى نتخلص من الأفكار الباطلة. يتابع الكاتب قائلا: أمثلة التفاح الديكارتية هذه تفتح لنا آفاقا واسعة لإعادة تقييم الواقع السياسي العراقي، خصوصا مع قرب موعد الانتخابات التشريعية وتصاعد الاعتراضات الشعبية على البرلمان وكثرة التظاهرات والاحتجاجات التي تقوم بها شرائح واسعة من الشعب العراقي، حتى وصل الأمر إلى مرحلة تعد غريبة، فالبرلمان العراقي هو أكثر البرلمانات في العالم التي يتعرض فيها نوابه وهم ممثلو الشعب للاعتراض والتظاهر. الآن ومع قرب موعد الانتخابات ستخلو قبة البرلمان من كافة ممثلي الشعب المنتخبين بعد انتهاء الدور التشريعي للبرلمان الحالي، وهنا يأتي دور الشعب السياسي في تحديد الصالح من النواب. يضيف الكاتب: بعد مدة بسيطة سنكون أمام مرحلة التقييم والفرز وتحديد المواقف والخيارات الانتخابية، وأمامنا سجل حافل مليء بالخيبات من أداء أغلبية أعضاء مجلس النواب لدورهم في تمثيل الشعب من حيث إقرار ما ينفع الشعب ورفض ما يضر بمصالحه، وكذلك شبهات الفساد المالي وتفضيل المصلحة الشخصية للنائب على المصلحة العامة لمجموع الناخبين، وبالتالي يغفل مصلحة عموم الشعب. يختم الكاتب بالقول: القبة بانتظار أن نعيد إليها الصالح من النواب وأن نخرج منها الطالح منهم حتى يستقيم المجلس النيابي وتخلو اجتماعاته من نواب لا يمثلون الحد الأدنى من طموح الشعب العراقي، وحتى لا يسري كسلهم وتغافلهم عن المصلحة العامة وتفضيلهم للمصلحة الخاصة إلى بقية من سننتخبهم، وعلينا نحن فنحن من سيحفظ للبقية سلامتها أو للقبة سلامتها، ونحن من سيعيد للقبة خرابها.
من صحيفة الصباح نقرأ مقالا للكاتب صميم العراقي بعنوان متقاعدون ومعترضون، حيث يقول الكاتب: نحن قوم لا نعرف كيف نتعامل مع شعبنا وأهلنا وحقوقهم ورغباتهم البسيطة في العيش الكريم والحياة السياسية والاجتماعية المستقرة، نسن قوانين لا علاقة لها بالهم اليومي، وحين نكتشف أننا قدمنا امتيازاتنا المالية والسياسية على حقوق الناس عدنا مرة أخرى إلى الحديث الإعلامي والتلفزيوني الذي لا يغني ولا يسمن من جوع، نزايد ونتفاخر ونهلك أنفسنا ونجلد اللغة من أجل أن نبين للناس أننا قريبون للمرجعية الدينية، لكننا غير قريبين لا للأمة ولا للشعب العراقي ولا هم للمرجعية الدينية. ويردف الكاتب بالقول: هذا من جهة، أما الحديث عن المسألة العسكرية فكل القوى السياسية تؤيد القوات المسلحة في الحرب على الإرهاب، لكنها تتحدث عن أولوياتها الانتخابية وتغمز من قناة الحكومة التي تعتقد تلك القوى السياسية أنها دخلت المعركة في الأنبار والفلوجة من أجل غايات انتخابية، وهنا ليس هنالك حرب مقدسة يخوضها العراقيون في مواجهة الإرهاب، بل هناك حرب انتخابية يخوضها البعض في إطار تلك الحملة. التظاهرات الشعبية تعم مناطق من العراق وخصوصا المناطق الجنوبية، وهدفها المطالبة بالحقوق والتخلص من البطالة وإسقاط الامتيازات الخاصة للنواب والرئاسات الثلاث. إن تلك التظاهرات تضيف عبئاً آخر على الأعباء التي ينوء بها البلد، وتضيف جزءاً ثقيلاً من صخرة المأساة الإنسانية التي يمر بها الشعب العراقي، وتضعها على قلب كل مواطن. فأين الكتل التي تعتقد أنها تعمل من أجل القانون والمواطن؟ يضيف الكاتب أن العملية السياسية التي اختلف السياسيون على توصيفها ومعناها ومكانتها بين العراقيين ودستورها وحكوماتها هي اليوم مدانة في إطار الهم الشعبي الاقتصادي والاجتماعي. ما لم يتخلص السياسيون من سياسة العمل للطائفة والحزب والفئة السياسية ويتعلموا العمل على بناء الأوطان، فإن العراق سيكون موطنا للمؤامرات والخطط الأجنبية، ويكون خاضعا للدول الأجنبية وغير قادر على بناء نفسه. المصالح الشيعية ضرورية والمصالح السنية ضرورية، ومصالح الفئات والطوائف يجب أن تصان وحرام الخدش بها، لأنها تشكل الحاضنة المهمة للأهداف الوطنية العليا بحسب رأي الكاتب. يختم الكاتب قائلا: لا يمكن أن نتماسك اجتماعيا وسياسيا ونحمي التجربة الديمقراطية من دون أن تكون لنا مرجعية وطنية من كل المكونات العراقية، ورأس وطني يستوعب الناس ويرفع عنهم أسرهم والأغلال التي كانت عليهم مثل ماو تسي تونغ أو الإمام الخميني. فكل الثورات الاجتماعية والسياسية تحركت نهضاتها السياسية بموجب مرجعية فكرية ووجود رمز. حديث الصحافة مستمر معكم لكن بعد هذا الفصل. ننتقل إلى صحيفة المواطن العراقي لنقرأ مقالا للكاتب ماجد زيدان بعنوان تظاهرات لتصحيح مسار الحكومة. يقول الكاتب: على الرغم من مضايقات الأجهزة الأمنية خرج الناس في 10 محافظات متظاهرين ضد قانون التقاعد الموحد والتنديد بالامتيازات التي حصل عليها النواب، وذلك في أوسع مشاركة شعبية بشأن قضية عامة. خرجوا من دون ضغوط أو إكراه برغبة عارمة في تقرير شأن عام وصياغة القرار بخصوصه. حقا كانت التظاهرات العارمة استفتاء وتصويتا على رفض سياسة النخب وتعرية لها لما تدعيه من تمثيل لا أساس له من وجود سوى في أذهان مروجيه من أجل خداع المواطنين والتمويه عليهم. يستدرك الكاتب بالقول الواقع أن التظاهرات ضد قانون التقاعد تكشف عن الهوة العميقة بين المواطنين وبين النواب، وأين وصل الحال من ترد في العلاقة مع الذين يفترض أن يتولوا شؤونهم
في السياسات العامة. لقد سخر الأهالي على مختلف توجهاتهم وشرائحهم الاجتماعية من النواب سخرية لاذعة تعكس درجة الغضب العارم على من لم يحافظوا على الأمانة التي أوكلت لهم مرة أخرى. تفشل النخب السياسية عندما تضع على المحك الخيار بين امتيازاتها وخدمة عموم الناس منهم فضل امتيازات بائسة ومؤقتة، لأنه مهما تآمروا واتخذوا التضليل سبيلا لن تستمر فعلتهم إلى ما لا نهاية. يضيف الكاتب: لابد أن تأتي حكومة جادة تقدم المصالح العليا للبلاد على المصالح والأجندات الضيقة، وتلغي مثل هذه الامتيازات وتستعيد ما تم الاستيلاء عليه دون وجه حق أو شرعية. إن هذا القانون يشكل جرس إنذار لكل ناخب، فعليه أن يتمعن ويدقق قبل أن يدلي بصوته بصناديق الاقتراع، ويشدد في إعطائه لمن يقرن الأقوال بالأفعال وليس للمزورين وسراق قوت يومية أموال استثماراته أنه سرقة واستغلال من أبشع ما يكون. فالقانون موجه لإنصاف الشرائح الاجتماعية المعوزة والفقيرة والتي لم تنصفها العملية السياسية لإنقاذهم مما يعانون. يختم الكاتب بالقول: تقتضي الضرورة استمرار هذه الفعاليات والنشاطات بما فيها الاعتصامات والتظاهرات لحين إلغاء امتيازات النواب ومعالجة النواقص والثغرات في القانون بوضوح. نبقى في موقع كتابات ونقرأ منه مقالا للكاتب أحمد نايف بعنوان: عزل الملك حقنا للدماء. بدأ الكاتب بالقول: إذا أردنا إخراج العراق من لعبة الدم فكيف والكل يعرف شروط أوروبا والعالم العربي، غير أن ما يجهله هو موقف واشنطن، طهران وموقف نور الملك، ومن بين الشروط أن يرضي الملك أو يرضى بحكم الشعب. ولكن الملك يشترط انتخابات والمعارضة تشترطها أيضا، غير أن الملك يشترطها في ظله، أي أن يبقى رئيسا للحكومة ريثما تفرز صناديق الاقتراع نتائجها. لا أحد يجهل أن من بيده السلطة ويسخرها في لعبة الموت يستطيع الاحتفاظ بها ومعها نتائج أي انتخابات. ومن شروط هذه القيادات ألا يكون أفرادها قد شاركوا بعمل في مرحلة الثورة، وألا يؤمنوا بوحدة الوطن، ويمنع الملك من المشاركة في الانتخابات وتعلق صلاحيته كرئيس الحكومة ووزيرا للملف الأمني حتى إعلان النتيجة التي ستحسم موضوع الشرعية الديمقراطية، ليخرج العراق من النفق ويصدر عفو عام قبل ذلك عن كل من ارتكب أو شارك في عمل قتالي، يستثنى من العفو من قام بأعمال إجرامية هدفها القتل والنهب والتهجير. وتشكل لهذا لجنة مشتركة من الفريقين، تعتبر كل القوانين والقرارات التي صدرت خلال الثورة معلقة دون تنفيذ، ريثما تبت بها لجان متفرعة عن النظام الجديد لتقرر شرعيتها أو لا شرعيتها. وما يترتب على ذلك، يختم الكاتب بالقول، ليس الهدف من هذا المخرج منح الشرعية أو منعها عن أحد، لكن الهدف هو الخروج من النفق الأسود، ولا أحد يعرف من يقتل أو لماذا، مجرد رأي يطرح بقوة في الفضاء الدبلوماسي. ننتقل إلى المواقع الإلكترونية، وهذه بداية مع موقع كتابات لنقرأ منه مقالا للكاتب إسماعيل الجنابي بعنوان: عين الأسد وشيوخ اللئام. حيث استهل الكاتب بالقول: مرة أخرى تدخل قاعدة عين الأسد سجل العملاء بصفحاتها الملطخة بدم الشرفاء من أبناء الأنبار، بعد أن جمعتهم من قبل على مائدة المجرم بوش لينثر على رؤوسهم حفنة من رزم الدولارات. اليوم يتكرر المشهد بنفس الوجوه الذين لم يكتبوا يوما عبارة معصومة من الذل علها تشفع لهم في دنياهم التي تسبق آخرتهم يوم يكون الحساب. بعد مرور شهرين على لغة الرصاص الحكومي تجاه أبناء الأنبار، حطت طائرة رئيس الوزراء نور الملك العسكرية في خطوة علها تنقذ الحكومة من مأزقها بعد أن زجت بقطاعاتها العسكرية في معركة ظاهرها مقارعة الإرهاب في صحراء الأنبار وباطنها قصف عشوائي بالمدفعية والطائرات لمدينتي الفلوجة والرمادي. تبختر الملك أمام قواته ملوحا بيده في إشارة تعيد للناظر صورة ترسخت في ذاكرة العراقيين لا يمكن أن تتكرر لأي رجل آخر. تنفس الرجل الصعداء وهو يرى حشد من الشيوخ التي تعتمر فوق رؤوسها العقال وتلف أجسادهم العباء العربية،
فانتعشت سريرته وهم يمدون أيديهم مصافحين ومتذللين لسيدهم الذي سينعم عليهم في آخر المطاف بأموال تفوح منها رائحة لا تشمها إلا الأنوف الأبية. أما متلقيها الذين اعتادوا على رائحتها فيجدونها شبيهة برائحة أجسادهم التي تكتنز كل شيء إلا عرق الحياة. يقول الكاتب أن أكثر ما شدني هي الصورة التي جمعت وسام الحردان وأحمد أبو ريشة اللذان ما كانا ليجتمعا يوما تحت سقف مشترك لولا وجود سيدهم الأكبر. هؤلاء أكثر الناس معرفة بالآخر، أكثر الناس شهرة في تمثيل الأدوار وارتداء الأقنعة. عندما يكلفهم ولي نعمتهم بتنفيذ أوامرهم والانصياع لرغباته التي ينفرون لها خفاقا الأول وشاب الثاني بأنه هو من أدخل داعش إلى الأنبار، متناسيا أن هذا السر الخطير هو من صناعة الممسكين بزمام الأمور الذين أعطوا ضوءهم الأخضر إلى أبو ريشة أن يشرع بتنفيذ الصفحة الأولى من التآمر على أرض الأخيار الأنبار. يختم الكاتب بالقول: السلام ثم السلام ثم السلام على الرجال الذين أوفوا بوعودهم فازدادوا رفعة، ولا سلام على الذين تبرأت منهم الديار وقبلهم تبرأ البشر والحجر. إلى ساحات التحرير نقرأ مقالا للكاتب فلاح المشعل بعنوان انفجار وطن، حيث يقول الكاتب: انهزم المالكي كما توقعنا وذهب بنفسه متوسلا ببعض المتاجرين والسماسرة ممن حسبوا أو حسبوا على أهل الأنبار الكرام، ووقف يهتف بضعف فاضح مرددا الموافقات المذعنة لطلباتهم التي تكشف عن أخطائه وحماقاته التي كلفت الوطن خسائر بشرية ومالية وأخلاقية لا تحصى. لحظات الاستسلام التي ظهر بها المالكي أمام شيوخ الأنبار تعطي تصريحا عن رعبه الداخلي وهو يمر بأسوأ مراتب الورطة بعد الخسائر الفادحة للجيش العراقي الذي زج به في معركة عبثية غير مشرفة. لكن الملك وحزبه أخذا يبالغان بإعادة أخطاء ماض الاستبداد، فراح يصف الأكارم المعتصمين بأنهم فقاعات ثم وصفهم بالمرتزقة ثم دفع بجيوشه لتورطهم في حرب خاسرة. يقول الكاتب متسائلا: لماذا أشعل الملك هذه الأزمة منذ 14 شهرا شلت بها البلاد، وكيف يقيم الحرب ضد محافظة تمثل ثلث مساحة العراق وتحادد ثلاث دول مجاورة، يستمر بحربه نحو 50 يوما ثم ينهزم ويذهب ليعلن الاستسلام للشروط بلا أي معنى؟ لهذا العبث والاستهتار بحياة الناس ومصالحهم ما أسباب إهماله لإرادة عامة الناس وشعب الأنبار ينبطح تحت أقدام شيوخها؟ وهل سيقوم مجلس النواب بمساءلته ومعاقبته بتهمة الخيانة العظمى للدستور والوطن؟ هذه الأسئلة هل يتفجر بها الشارع العراقي الذي عاد له بعض أكسجين الكرامة يضع حدا للعبث الدكتاتوري الذي عاد لنا بزعامة أفسد برلمان تشهده الحياة السياسية في التاريخ؟ ختم الكاتب متسائلا: هل سيخرج الشعب ليهتف ويرقص ويغني لمختار العصر وتصوير هزائمه بكونها انتصارات كما كان مع القائد الضرورة صدام حسين؟ ننتقل إلى موقع إلاف لنقرأ منه مقالا للكاتب عزيز الحاج بعنوان انسحاب الصدر يعني الولاية الثالثة للملكي، حيث يقول الكاتب إن السيد مقتدى الصدر عودنا لا يتخذ المواقف السياسية التي تعارض الحسابات الإيرانية في العراق، وقد دخل سلسلة فتن مسلحة وصدامات مع القوات العراقية والأمريكية وهو ما كانت تريده إيران وشريكها السوري، كما ساهم وأنصاره في تشجيع الشقاق الطائفي الحاد. يتابع الكاتب: كانت للصدر طموحاته للزعامة على العراق وكان معارضا لسياسة الملكي، لكنه تحت الضغط الإيراني وافق على تبوؤ الأخير ثانية لمنصب رئيس مجلس الوزراء. أن انسحاب الصدر دليل قوي على أن نظام الفقيه هو السيد الأعلى الذي يهيمن على جميع تفاصيل الحياة العراقية مجتمعا ومذهبا واقتصادا، وقد ساهم الصدر بدور خطير في هذا المال الذي ترتد عليه الآن شراراته. يتابع الكاتب: كان على الصدر الاكتفاء بدور ديني لكنه جازف كثيرا لحد اتهامه بمقتل السيد عبد المجيد الخوئي وزميله في الحرم الحيدري ولحد إشعال حرب داخلية في النجف عام 2004، وإن المواقف الأخيرة له كانت تتسم بدرجة من المرونة
سيما إذا اعتصام الأنبار، وقد حذر المالكي من الهجوم العسكري على المعتصمين، ولكن هذا ركب رأسه وهجم وقتل من قتل، ثم انسحب ليترك الميدان خاليا أمام تسلل المتطرفين المسلحين الذين وصفهم بتنظيم داعش. لقد استطاع المالكي كسب مسلحي كتائب أهل الحق الذين كانوا مع الصدر وضمهم إلى العملية السياسية، وأباح لهم حرية التصرف كما فعلوا أيام زمان بوجود القوات الأمريكية وهجماتهم على تلك القوات. كما أن إدارة أوباما لا تعارض الولاية الثالثة لكي لا تزعج إيران، وأيضا اعتمادا على تعهدات المالكي لها تحت شعار مكافحة الإرهاب، وهي تعهدت لن تصمد عندما يريد المالكي وإيران خلاف ذلك. يختم الكاتب بالقول: لقد تعودنا نقد السيد المالكي لتعهداته، ومن المرجح أن يتراجع عن تعهداته الجديدة في الأنبار، كما خذل الصحوات التي قامت قبل سنوات بالدور الأكبر في محاربة القاعدة. هذه عودة إلى صحيفة العالم، ونقرأ منها هذا التحقيق بعنوان: مراقبون قرار سحب أو انسحاب الصدر يصب لصالح الملك في الانتخابات المقبلة. حيث أشار التحقيق إلى أن انسحاب الصدر جاء من منطلق الشرعي وحفاظا على سمعة آل الصدر الكرام، ولا سيما الشهيدين الصدرين قدس الله سرهما، ومن منطلق إنهاء كل المفاسد التي وقعت أو هي من المحتمل أن تقع تحت عنواننا وعنوان مكتب السيد الشهيد في داخل العراق وخارجه، ومن باب إنهاء معاناة الشعب كافة والخروج من أفكاك السياسة والسياسيين. حيث أعلن السيد مقتدى الصدر في بيان له أمس: تلقت العالم نسخة منه عن إغلاق جميع المكاتب وملحقاتها وعلى كافة الأصعدة الدينية والاجتماعية والسياسية وغيرها. ونبه السيد مقتدى الصدر إلى أن لا يحق لأحد تمثيل آل الصدر والتكلم باسمهم والدخول تحت عنوانهم في داخل العراق وخارجه على حد سواء. وقال مؤكدا أن لا كتلة تمثلنا بعد الآن، ولا أي منصب داخل الحكومة وخارجها ولا البرلمان، وأكد على عدم تدخله بالأمور السياسية العامة. وأشار التحقيق إلى تقديم عدد من نواب التيار الصدري استقالتهم من البرلمان العراقي، فيما قرر بعض آخر الانسحاب من العملية السياسية وعدم المشاركة بالانتخابات النيابية المقبلة. وكما جاء في التحقيق، أعلن رئيس قائمة تيار الأحرار في محافظة المثنى طالب الميالي انسحابه من الترشح لخوض الانتخابات البرلمانية استجابة لنداء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. وقال الميالي في بيان أعلن: أعلن انسحابي من الترشح للانتخابات البرلمانية وتضامني مع ما ذهبت إليه المرجعية الدينية استجابة لنداء زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر. كما نقلت وكالة رويترز للأنباء عن عضوين لم تسميهما في كتلة الأحرار النيابية قولها أن الصدر غضب بعد تحديهما أوامره بالتصويت على قانون تقاعد النواب المثير للجدل. وأشارت الوكالة أن التيار الصدري أصبح له حضور كبير في الحكومة الحالية بعد أن قدمت كتلته الدعم لرئيس الوزراء نور المالكي لتأمين بقائه في منصبه لولاية ثانية. يشير التحقيق أن محللون يقولون أن انسحاب الصدر من الحياة السياسية من الممكن أن يصب في صالح رئيس الوزراء. ويذكر التحقيق أخيرا، نقلت الوكالة عن علي أمير الذي وصفته بالمحلل المتخصص بالشؤون الدينية الشيعية قوله أن قرار الصدر سيصب قطعا في صالح رئيس الوزراء المالكي في الانتخابات المقبلة بطريقة أو بأخرى. إلى المستقبل العراقي، نقرأ منه تحقيقا بعنوان: أيتام يجوبون الشوارع بحثا عن لقمة العيش. حيث أشار التحقيق إلى أنه من نتائج الحروب المتتالية التي خاضها النظام المباد خلال العقود الثلاثة المنصرمة، إضافة إلى تردي الوضع الأمني في السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في عدد الأيتام ممن فقدوا المعيل، حيث تقدر الكثير من الإحصائيات التي تنظمها الجهات المختصة أن هناك أكثر من 5 ملايين يتيم في العراق، علما أن العدد قابل للزيادة في ظل الظروف غير الطبيعية التي يشهدها البلد. وقد دفعت الكثير من العوائل الفقيرة بأطفالها الأيتام إلى الشارع لتوفير لقمة عيش ضرورية لها.
الأمر الذي يعرضهم للكثير من المخاطر والإهانات واستغلالهم من قبل النفوس المريضة في ظل عجز الدولة عن توفير حياة حرة كريمة لهم. لإضاءة الموضوع كان التحقيق جولة تحدث خلالها إلى عدد من الأطفال اليتامى الذين كانوا يجوبون الشوارع لبيع مواد مختلفة. يقول حسام أحمد وهو في 15 من العمر: استشهد والدي في أحد الانفجارات قبل 3 سنوات ولم تفلح جهود أمي في الحصول على تعويض مناسب من الدولة أو راتب يكفينا شر الحاجة. وذكر حسام للتحقيق أنه يقوم ببيع السكاكر أو السجائر والعلك والحلويات قرب السيطرات الأمنية، ويدور حول السيارات المتوقفة علي أجد ومن يشتري بضاعتي ليوفر لقمة العيش للعائلة. أما عزيز فريد 16 سنة يقول: أنا أحب كرة القدم ومن اللاعبين الجيدين، كنت أتمنى أن أكون لاعبا في المنتخب الوطني وأكمل دراستي في كلية التربية الرياضية، لكن معاناة عائلتي دفعني للعمل في الشارع وتنظيف الزجاج الأمامي للسيارات مقابل أجور هزيلة، حيث أتعرض باستمرار للشتائم والإذلال من قبل بعض السواق. بينما يقول جابر العبيدي أستاذ تربوي أن اضطرار الأيتام لممارسة أعمال لا تتناسب مع قدراتهم البدنية هو مخالفة صريحة لقانون العمل، وأنا أدعو إلى الحد من ظاهرة عمالة الأطفال لحاجتنا الماسة لهذا الجيل الناشئ لبناء المستقبل المشرق للبلد. فيما تناشد المعلمة بلقيس العزاوي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام لتنظيم حملة لتنبيه صناع القرار إلى ما يواجهه الأيتام من صعوبات جمة في سبيل توفير لقمة العيش لهم. يقول التحقيق أخيرا أنه بدورنا ندعو وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتطبيق نصوص القوانين المتعلقة بتشغيل الأطفال بأعمار معينة، علما أن العراق ضمن الدول الموقعة على اتفاقيات دولية لمنع عمالة الأطفال، فهذه الشريحة المظلومة فقدت الأمان بفقدها المعيل وهي بحاجة إلى دعم كبير ماديا ونفسيا وتخصيص جزء من ميزانية الدولة لانتشالهم من معاناتهم الحياتية كحق إنساني ودستوري. ومن هنا ننتقل إلى الملف العربي والدولي بعد ثوان، كونوا معنا. من صحيفة هارتس العبرية نقرأ مقالا بعنوان: عباس لن يوقع على اتفاق، حيث ترى الصحيفة أن الفلسطينيين تنازلوا بما فيه الكفاية. يقول المقال أنه من المنطقي جدا أن لا يوافق رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على أن يكون شريكا فيما تقترحه حكومة إسرائيل من اتفاقات مرحلية أو جزئية أو إدارة للصراع، لأن عباس يبحث عن تسوية عادلة نهائية وحل حقيقي للصراع. تابعت الصحيفة: من المؤسف كثيرا أن الوسيط الأمريكي متمسك بقاعدة أن لا شيء متفق عليها إلى أن يتم الاتفاق على كل شيء. رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو وضع أمام عباس مطالب جديدة وفي مقدمتها الاعتراف بأن إسرائيل دولة اليهود. وقالت الصحيفة أن نتنياهو لم يحترم التزامات حكومة شارون في إطار خريطة الطريق عام 2003، وهو الالتزام بتجميد البناء في المستوطنات كليا وإخلاء البؤر الاستيطانية التي أنشئت منذ آذار 2011، بينما الشريك الفلسطيني متمسك بالمسيرة السياسية ويرفض بشدة التخلي عن احتمال التسوية. اختتمت الصحيفة مقالها بالقول إن أكبر تنازل فلسطيني تاريخي هو إعلان منظمة التحرير الفلسطينية عن تبني قرار مجلس الأمن رقم 242، وتم التنازل الثاني في عام 2002 مع تبني مبادرة السلام العربية على أساس قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة 194، فأي تنازلات أخرى تريد إسرائيل بعد؟
وإلى صحيفة معارف العبرية التي تناولت الإنجاز الذي حققه كيري في مهمته الشرق أوسطية. وفي مقال لها تحت عنوان كيري يستبعدهم، قالت الصحيفة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري نجح على ما يبدو في تحقيق هدفه الأول من أجل الوصول إلى تسوية سياسية بين إسرائيل والفلسطينيين، وهو أن إصراره أدى إلى اعتراف في أوساط عدد من الزعماء السياسيين بأنه حان وقت الحديث عن الواقع. أضافت الصحيفة أن استقرار الشرق الأوسط الآخذ في التفكك هو مصلحة أمريكية واضحة، وأن إنتاج دولتين للشعبين كلتاهما ديمقراطيتان وكلتاهما تحت نفوذ الولايات المتحدة. وقالت الصحيفة أن الإنجاز الكبير لكيري هو إجبار السياسيين الإسرائيليين على أن يضعوا على الطاولة نظرتهم الواقعية حين ينظرون إلى جدول الاستطلاعات الذي يقول أن أكثر من 60% من الإسرائيليين يريد حلا سياسيا. اختتمت الصحيفة مقالها بالقول إن إسرائيل تقف أمام الحسم الأهم في تاريخها منذ قيامها، وهو الاعتراف بوجودها كدولة ذات هوية يهودية أو شيء آخر لا أحد يفهم ما هو. أما كل ما تبقى فلا يهم إسرائيل. ننتقل إلى صحيفة إسرائيل اليوم، حيث هاجمت بشدة رئيس البرلمان الأوروبي بسبب انتقاده للسياسة الإسرائيلية. وفي مقال لها تحت عنوان حساسية أوروبية غير مقبولة، قالت الصحيفة إن من بين المشكلات في العالم برزت في كلمة رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتس في الكنيسة أن الإسرائيلي العادي يستهلك في اليوم 70 لترا من الماء، في حين حدد للفلسطيني 17 لترا فقط. زعمت الصحيفة أن هذه المعلومة المذهلة التي زعزعت وأذهلت شعور شولتس لم يقرأها في صحيفة أو في بحث أكاديمي، بل سمعها من شاب فلسطيني في رام الله، وأن العدل والحصر الإخلاقي والدقة تقلق جميع أو جدا ضمير نماذج غربية، وذلك خاصة بسبب الميل الوسواسي إلى الكمال الذي يميز بعض الشعوب القارة الأوروبية سيما الألمان. وأضافت الصحيفة أن هناك أوروبيون يطلبون مرة بعد أخرى في دعواهم الموجهة ضد إسرائيل التكافؤ في علاقة إسرائيل بالفلسطينيين، وقد قوي هذا المطلب بصورة مميزة في السنوات الأخيرة على إثر عمليات الجيش الإسرائيلي في مناطق الضفة الغربية وغزة. اختتمت الصحيفة مقالها بالقول إن أساسة أوروبيون تحدثوا بغضب بعد الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق فلسطينية عن وجود عدد كبير جدا من المصابين الفلسطينيين قياسا بعدد المصابين القليل نسبيا من إسرائيل. عودة إلى صحيفة هارتس العبرية التي تناولت استخدام إسرائيل بكثرة لمصطلح إبادة إسرائيل. وفي مقال لها تحت عنوان أكذوبة القضاء على إسرائيل، قالت الصحيفة تكثر إسرائيل من الحديث عن خطر إبادتها، لكن لا أحد في العالم يفكر في إبادة إسرائيل والقضاء عليها، بل هذه حيلة إسرائيلية للتهرب من التزاماتها والإبقاء على احتلالها للأراضي الفلسطينية. قالت الصحيفة إن الحديث في إسرائيل عن خوف وجودي مغروس عميقا وعن حملة تخويف وتحريض تزيد في تأجيجه، فكل زعيم يميني تقريبا يستخدم الخوف والتخويف من الإبادة استخداما هزليا لحاجته في إيران وفي إسرائيل. يعلمون أن الحديث عن تخويف باطل وتهديد فارغ، وتابعت الصحيفة لا يتحدث أحد في العالم عن إبادة إسرائيل، فهم ينتقدون إسرائيل وهم أحيانا يدعون إلى مقاطعتها وإلى نبذها ويقاومون احتلالها ويدعون إلى تغيير نظام حكمها أو صبغتها أو طبيعتها، لكن لا يتحدث أحد عن القضاء عليها بجدية. اختتمت الصحيفة مقالها بالقول أن الإبادة اختراع إسرائيلي يخدم أهداف إسرائيل، لكن العالم نفسه وفيه بعض العالم العربي احتضن إسرائيل بعد التوقيع على اتفاقات أوسلو. من هنا ننتقل إلى الصفحة الأخيرة، لكن بعد هذا الفاصل.
وإلى صحيفة السفير نقرأ منها خبرا بعنوان أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم، حيث شهدت صحراء موهافي في الولايات المتحدة الافتتاح الرسمي لأكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، وذلك بعد سنوات من التطوير والتجارب. وأقيمت محطة إيفانبا على مساحة 14.2 كيلومترا مربعا على الحدود الفاصلة بين ولايتي نيفادا وكاليفورنيا بقيمة 2.2 مليار دولار، وذلك في إطار مشروع مشترك بين شركة التكنولوجيا الشهيرة جوجل مع شركتي NRG وبرايت سورس، بحسب ما أعلن موقع فيرج التقني المتخصص. وتعتمد المحطة في عملها على أكثر من 300 ألف لوح شمسي آلي تحول أشعة الشمس إلى 3 أبراج، يبلغ طول الواحد منها 460 قدما تقريبا، وتقوم الأبراج باستغلال أشعة الشمس لتسخين المياه التي تحتويها الأبراج وتوجيه البخار الناتج لتشغيل مولدات الطاقة الكهربائية. ومن المقرر أن تمد المحطة أكثر من 140 ألف منزل في كاليفورنيا سنويا بما تحتاجه من الطاقة الكهربائية. يشار إلى أن المحطة نالت العديد من الانتقادات وتحديدا من المدافعين عن البيئة، إذ أن التقنية التي تعتمدها لتوليد الطاقة قتلت عددا من الطيور التي حلقت فوق الألواح الشمسية خلال عملها. من صحيفة الوطن البحرينية نقرأ خبرا بعنوان المرأة تفضل الرجل أطول منها، حيث كشف استطلاع أجراه علماء من جامعتي رايس وشمال تكساس في الولايات المتحدة أن المرأة تفضل أن تكون بجانب رجل أطول منها، أما الرجال فقلة منهم يهتمون بهذا الأمر. وذكر موقع فيستيرو الروسي أن الاستطلاع أجري بين الجنسين لمعرفة أهمية الطول في العلاقة بينهما، حيث خلص في نتائجه أنه في عالمنا المعاصر تفضل أغلبية النساء كما في العصور القديمة أن تكون إلى جانب رجل أطول منها. ويعلل العلماء هذا الأمر بأن المرأة وراثيا تشعر بجانب الرجل الطويل بالأمان. وقالت بعض النساء خلال الاستطلاع أن الرجال قصار القامة لا يعجبونهن، فيما علقت أخريات أنهن لا يضطرن إلى عدم انتعال أحذية بكعب عال بجانب الرجل القصير لأنهن لا يشعرن بالراحة من ذلك. ويظهر أن الجانب الجمالي هو الأهم بالنسبة للمرأة، في حين لا يهتم الرجل بطول المرأة التي ستكون بجانبه. وكشف الاستطلاع أنه من بين 455 رجلا شارك في الاستطلاع متوسط طولهم 172 سنتيمتر، 470 امرأة متوسط طولهن 162 سنتيمتر. فقط 13.5% من الرجال عبروا عن رغبتهم بلقاء امرأة أقصر منهم، في حين حوالي نصف النساء عربن عن رغبتهن بلقاء رجل أطول منهن. ومن جهته قال البروفيسور جورج يانسي، عندما يكون الزوج أطول من الزوجة فإن كل واحد منهم يقوم بمهامه، الرجل يحكم ويحمي والزوجة تطعن وتعطيه الدفء والمودة. إلى صحيفة الاتحاد نقرأ منها خبرا بعنوان لبن أنثى القرود يختلف تبعا لنوع المولود، حيث خلص باحثون أمريكيون إلى وجود اختلاف في طبيعة لبن الأم لدى نوع من القرود بحسب نوع القرد المولود. وخلال الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية لتقدم العلوم في شيكاغو، وهي أكبر رابطة علمية في العالم، قالت كيتي هيند الباحثة بجامعة هارفارد أمس الأول أن هذه الحيوانات لديها على ما يبدو وصفات بيولوجية مختلفة. أوضحت هيند أن هذه القرود، وهي من فصيلة المكاك الريسوسي، تنتج للمواليد الإناث لبنا يحتوي على نسبة أعلى من الكالسيوم، فيما تنتج للمواليد الذكور لبنا يحتوي على نسبة أعلى من الدهون. ويذكر أن إناث المكاك الريسوسي تلد في الغالب حيوانا واحدا فقط. بهذا الخبر مشاهدينا نصل إلى ختام حديث الصحافة، شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.